السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم شمس الحياة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله وتحت طلب ديال أحد المتتبعين بغيت نحضر معاكم بيتزا بدون بيض وبدون حليب. غنوجد معاكم العجينة الأصلية للبيتزا اللي كتجي أحسن من اللي كتباع في المحلات. كتجي رطبة وخفيفة وهشيشة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وما تنساونيش من لي لايك. غنحتاجو في العجينة البيتزا ديالنا ديال اليوم، عندي كأس ديال الماء يكون دافي، جوج كيسان دقيق أبيض، نصف كأس من السميد ناعم أو السميد رقيق يمكننا نعوضوه دقيق الفينو، معلقة صغيرة سكر حبيبات نقدرو نعوضوها بالعسل، ربع كأس من زيت الزيتون أو جوج المعالق كبار. عندي هنا معلقة صغيرة ديال الزعتر ومعلقة صغيرة ديال الريحان أو الحبق، معلقة صغيرة خميرة فورية. عندي هنايا نص معلقة الملحة ومعلقة صغيرة ديال بودرة البصل ومعلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، وهما اختياريين ما كانوش متوفرين كنا نستغناو عليهم. نمشي معكم لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. غناخد كاس د الماء اللي دافي، غادي نضيف عليه السكر حبيبات أولا العسل اللي متوفر عندكم، غادي نضيف عليه الخميرة، نحركهم مزيان حتى يتجانسو، غادي نضيف عليهم نص كأس ديال السميدة الرقيقة. غادي نحركهم ونغطيهم ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى يتجانس ليا وتفاعل ليا الخميره. ملي كنشوف الخميره والمكونات الاولى تفاعلت ولات ليا على هذا الشكل، غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض والمكونات اللي بقات. غادي نضيف الكاس الاول وانا كنحرك وانا كنضيف المكونات الاخرى. غادي نضيف هنايا عندي الملح وبودره الثوم والبصله والزعتر والحبق او الريحان، غادي نحركهم مزيان ونضيف الكاس الثاني ديال الدقيق اللي عندي. دابا غادي نستعمل يدي باش نتحكم ليها في القوام ديالها. غادي نضيف زيت الزيتون مازال ليا، صافي، وغادي نحاول نجمع العجينة ديالو، ما غادي ندلكها ما والو، نحاول نجمعها وصافي. ملي كنخلطوها مزيان كنحصلوا على عجينه اللي رخوه وخفيفه كيف كتشوفوا، وهذا هو السر ديال النجاح ديال البيتزا ديالنا. غنغطيها بلاستيك غذائي حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها، والمده كتراوح ما بين 2 حتى 6 ساعات، ويكون احسن الى وجدتوها في الليل والصباح عاد خدمتوها. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تختمر نوجدوها مجموعين. بالنسبه لصوص البيتزا انا درتها هنا كتغلي، غادي نزيد عليها معلقه ديال العسل، الا ما كانش متوفر نزيدو معلقه ديال السكر، وغنزيد عليها معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال الحبق او الريحان، وغادي نحركها ونتسنى عليها حتى تنشف شويه وتقل ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كيختمر العجين ديالنا من بعد 6 ساعات تقريبا، هذا هو الشكل ديالو. غادي ندهن يدي بشويه زيت الزيتون باش ما تلصق ليش العجينه، غادي نحاول نفرغ من الهواء اللي كيتكون فيها.
غندهن سطح العمل بشوية زيت الزيتون، وغادي نحط العجينة ديالي. هنا جبت الصينية اللي غندخل الفران، رشيتها بشوية السميدة الرقيقة أو دقيق الفينو، وغادي نحاول نحط فوق منه العجينة ديالي. غادي نقرسها أو نطلقها مباشرة في الصينية اللي غادي ندخل الفران. وبالنسبة للعجينة البيتزا من الأحسن ما نطلقوهاش بالمدلك، نقرسوها غير بشوية تنطلقوها. كنبقى معاها حتى كنطلقها كيف ما كتشوفوا معايا، وانا كنحاول ما نخليهاش غليظه من الجوانب، كيف عارفين وليدات الصغار ما كيبغيوش ديك الجوانب يكونوا غلاظ. ملي طلقتها غادي نثقبها بشي شوكه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نبدا نوضع في لاصوص بيتزا او صلصه الطماطم. غادي تقدني فيها تقريبا ما بين 3 حتى 4 الملاعق، وانتوما الا كنتو كتبغيو اكثر يمكن لكم تزيدوا. غادي نمررها في الجوانب كامله كيف كتشوفوا معايا، ملي غادي نكملها غنبدا نزيد الجبن الاحمر اولا الفرماج الاحمر. غادي ندير فقط كميه قليله حيت مازال غادي نزيدو فوق الحشوه. غنزيد فوق منهم شويه د البصل اللي عندي مقطع مكعبات، وشويه د الفلافل الالوان ما عنديش مطيبين حيت مازال غادي يطيبوا مع البيتزا. وبالنسبه للكفته فانا شحرتها في واحد المقله مع شويه د الملحه وشويه د البزار شويه وصافي، ما خليتها شويه مازال خضره حيت مازال غادي يطيب في الفران مع البيتزا. غادي نحاول نفرقها في الجوانب ديال البيتزا كامله كيف كتشوفوا معايا. ويمكن لينا نعاودوا الكفته بالطون او ببعض الخضر. دابا غادي نبدا نزيد شويه د الفرماج اولا الجبن الموتزاريلا كيف كتشوفوا معايا، انا قطعته فقط شرائح اولا طريفات صغار. غادي نحاول نفرقه فوق البيتزا كامله كيف ما كتشوفوا معايا. وكنمشي بنفس الطريقه حتى كنوزع الموتزاريلا اللي عندي كامله فوق البيتزا، وغادي نبدا نضيف فوق منها الجبن الاحمر اولا الفرماج الاحمر اللي عندي. وبالنسبه للفران انا شعلته كيسخن على 220 درجه من التحت فقط، غادي نوضعها في الرف الوسطاني اللي في الفران. ملي كتبان لينا البيتزا تحمرات من التحت والفرماج داب كنخرجوها وكنقدموها بالصحه والراحه. البيتزا ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها، جات رائعه جدا ولذيذه بزاف احسن من اللي كتباع في المحلات. نقطع معاكم باش نشوفوا العجينه كيف جات، رائعه جدا وان شاء الله غادي تعجبكم وتجربوها. هذا هو القوام ديالها، كتجي مفشفشه رطبه وخفيفه، وخرها بدون بيض وبدون حليب. عجينه اللي كتجي ناجحه 100% الا تبعتوا الطريقه والنصائح فهي اكيد غادي تنجح معاكم. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، كنتمنى ما تنساوش لي لايك باش تشجعوني، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه
اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. نسيت ما قلتهاش لكم، منين نخرجوا البيتزا من الفران الا كان عندنا الحبق او الزعتر متوفرين نرشوه فوق منهم، حيت كيجي رائع وكيجيدها واحد اللذة ومذاق اللي لذيذ بزاف ورائع بزاف. نخليكم في امان الله، والى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.